تعريف ستاج الدين السبكي وجد كتب انت كتاب في لقاتني السين الى قاتني السين اخذ مضمون ملخص فلاس. على كل حال هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن تمام السبكي وقيل امام تاج الدين وعرف بتاج الدين السبكي إيلول ذي سقواس 727 للهجرة. هذا عند جمهرة المؤرخين خطر هناك بعض العلماء دينا إيلولد ذي سقواس 728 للهجرة يعني الخلافة سقواس مشاطاس مشاطاس هو قيثور ذي الزمان قيث مخلافا وما أدرك ذي الزمان شحال يقيل القرون 720 وقي عند معظم المؤرخين إيلول ذك سقواس 727 للهجرة إيموث ذك سقواس 740 771 للهجرة في غادي نغي 10-44 سنة يعني ما نخدم 771 اسمي إيموث إيلول ذي 727 صافي إعاش فقط 44 إسقاسم وثقي ظاهرة ظاهرة أشرنا مرارا إلى هذه الظاهرة أن دال الله يبارك ربي في السن البركة ذي ثوذر ثن السن نعم ينوس أعتقد الإمام ابن باديس إمام الجزائر فلسي عفو ربي ما تغرضك وشو يخدم شو إلى سن ضي عاش شحال نسي عاش 51 سنة فقط وهي 40 سنة و 38 سنة و 50 سنة ولكن مثل ولد ترك غير دجال تراث دجال لا حول ولا قوة إلا بالله. الإمام السيوطي مثلا صاحب الإتقان في علم القرآن يخدم أكثر من 300 كتاب توحد رب العالمين. لذلك عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في كتابين الكتاب الأول اسمه قيمة الزمن عند العلماء الكتاب الثاني اسمه الصفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل من الأمور التي أشار إليها أشار إلى ما ألفه الإمام الطبري والإمام صاحب الجامع في علم القرآن الإمام القرطبي والإمام الآمدي والإمام ابن تيمية والأئمة الإمام الذهبي الإمام الذهبي صاحب سير أعلام النبلاء والإمام البيروني أكبر عقلية عرفها التاريخ كما يقول عنه المؤرخ الفرنسي سخاو يعني يفكيغد نماذج عجيبة مثل ولا ضشح لعاشن أتسو حضر مثل مقض تريكان سن السن هذا عاشن القرن القرن وعشرين سنة غاشو ولكن مثل ولا ضشح لعاشن عاشن مدة قصيرة ذا شو ذا 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 شو السر السر ذا الفاركة ربي في كيسن الباركة ذي العمر وقال الإمام تاج الدين السبكي إيلول ذي سنة 727 للهجرة ويموث ذي سنة 771 للهجرة يعني إعاش 44 سنة ودفن بسفح جبل قسيون ذي دمشق ذي سوريا الجريح إن شاء الله ربي يداويها ويداوي الأمة كاملة ذي ينطل يعني دو بذرارة كان جبل قسيون وقي ذا الذرار معروف في دمشق في سوريا يموت شهيد بالطاعون بمرض الطاعون هكذا قال علماء التراجم. فافاس اسم تقي الدين أبو الحسن السبكي فافاس من كبار العلماء يعني وهو شيخه الأول إثي الصغر عندما زوري فافاس تقي الدين أبو الحسن السبكي هو من كبار العلماء شيوخه ألف شيوخه ثور نهضر في قد إثي الصغر لي بروموتور لي زونكادرور الصغر تاج الدين السبكي أتاسي قلان أذكر على سبيل المثال أمزوارو فافاس تقي الدين السبكي والسين قانص أبو حيان وقي من كبار العلماء وهو من أشهر علماء عصره في اللغة والنحو والتصريف نعنتها ذا حدث بوال ذا لغوي يرفذ في الناس علوم اللغة إلا ذا الإمام الذهبي صاحب سير أعلام النبلاء وقي للشام هو الإمام الذهبي سي الشيوخ صغرا تاج الدين السبكي الإمام المزي وقي من كبار العلماء من كبار علماء الحديث هو مختص في الحديث وعلومه
زاد الصغرتي وسبحان الله تشيخت اسمه زينب بنت الكمال. زينب بنت الكمال مختصة في علوم الحديث، في يعني في ميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 1994 سقسم همطوثي ثعاش، نذرت نفسها، نذرت حياتها، سخرت حياتها للعلم. وثعاش 94 سنة زينب بنت الكمال ثقي استيقاذي الصغرن الإمام الإمام السبكي. ثعاش ما كدنا 94 سنة مختصة في علوم الحديث، وقد أخذ منها الحديث وعلومه. وقي ثقي الشيوخينس ثران رحبة تلاميذينس أيضا يسعى تلاميذ صغرًا فرنسي صغار ذا عنده تلاميذ بالمئات، منهم مقارن شرف الدين الغزي وجي من كبار العلماء، أبو الفيدا القلقشندي وجي أيضا من أئمة الأعلام، أبو الفيدا القلقشندي وجي غرا في الإمام تجد الدين السبكي، إلى برهان الدين المقدسي أيضا من أئمة الأعلام، برهان الدين المقدسي. المهم تلاميذ كثيرون تتلمذوا على يد تاج الحافظ تاج الدين السبكي. أكتفي بهذا. الآن نروح الجيم نتكلم شوية عن المكانة العلمية، مكانته العلمية. في الحقيقة هذا العالم الجليل تبحر في علوم كثيرة، تبحر في علم الفقه، فكان فقيها ومفتيا وتصدر مجالس الإفتاء، يعني ذي الفقيه ذي المفتي. كذلك تبحر في علوم الحديث وبالذات في علم الجرح والتعديل تاج الدين السبكي، وكذلك تبحر أيضا في علم اللغة والنحو، علم اللغة والنحو أيضا صار من العلماء الذين يحتج بكلامهم يعني تاج الدين السبكي في علم اللغة والنحو. وكذلك تبحر في علم الأصول والمتن سارا شرح إن شاء الله اسمه جمع الجوامع، جمع الجوامع يجمع يثيد من 100 مصنف، من 100 مصنف إقغرى يستفقد الخلاصة 100 مصنف ذي المتن اللي هو أعظم متن في علم الأصول كما سنبين ذلك إن شاء الله تعالى، جمع الجوامع. وكذلك تولى منصب القضاء، يعني لا ذي القاضي بل ارتقى في المدارج، في مدارج القضاء حتى صار قاضي القضاة، يبض درجة قاضي القضاة معنتها القضاة الذين يعملون في الأمصار بإذنه وبتعيين منه وتحت رقابته. قاضي القضاة تاج الدين السبكي 44 سنة نقول ذلك فقط، ولكن سبحان الله اسمي وغرد القاضي يفهم قرن ذي مقرانا يتعدى فلس المحنة. وطبعا القضاء مش ديني سهلا، القضاء ديني وعرا، إما إلى الزيكي وعرا شو ديني ثورا، ولا سيلوفان زيك مش مثلوفا بوسا سيلوفان زيك و كومبليكي نتا رو عين نتا في قد بوسا، خطر الدنيس بسيطة عادية، مخالف من ثلث مخالف في التجارة البيع والشراء، أنا مخالف مفهوم تلقى يعني في كيس عرفون بعد بطل لن مشاكل، ولكن ماشي معقدة وتصدى. طبعا هؤلاء القضاة هو وغيرهم من قضاة القاضي الشريح وغيرهم تصدوا لقضايا، ولكن سبحان الله الإنسان غريب الأطوار كما يقال، يحب العدالة مظلوما ويبغضها ظالما. لذلك يوفى مشاكل تيم قرانين يظلمي يرنط الحبس يقيم 80 يوم كما دلت على يعني كثير من الكتب، 80 يوم يقعد داخل الحبس بسبب المحن والمشكلات يوفى في مجال القضاء من قبل المتقاضين، ماشي سيلو في قوارن في الناس، لا هو قال لك مخلف لي قوارن في الناس هكذا. لذلك ربنا جل جلاله مدي يهضر في الخلاف في النزاع
وغدي نرس مخلف ثارين ايش مثل مخلف مروح ثار الشرع باش ما تروح مر الشرع القران وكل السنه تسعم الكوراج تطبق ماشي ديننا ماشي ما الا ساد الحق يلها ما الا ساد الحق ديري نص قبل غير. لذلك ربي في سوره النساء الايه 65 ان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. دال مصنفاته مصنفاته نسيت تولى الخطاب ايضا كان خطيبا تولى الخطاب بالمسجد الاموي بدمشق معناه ذا الامام معناه ذا الخطيب يخطب في الناس اتصل الله يبارك يعني الخدمه يخدم وطص يعني من الخير ديجا وطش ويروج ديجا الامام تاج الدين السبكي. دال مصنفاته كثيره اشو ديجا تكتابين أطاس تريكات أم قرانت أدفتغ على سبيل المثال ماشي على سبيل الحصر في أصول الفقه جمع الجوامع وقنز يوريس وقال نشرح إن شاء الله في هذا المسجد المبارك مسجد الشيخ الحداد بعزازية إلا كتاب الإبهاج في شرح المنهاج للإمام البيضاوي دائما في علم الأصول إلا كتاب النظم اسمه رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب أيضا في علم الأصول. في علم الفقه يسع كتب كثيرة منها إيجاد كتاب اسمه الأشباه والنظائر في الفروع الفقهية كتاب قيم كتاب قيم الأشباه والنظائر في الفروع الفقهية في الفقه وجي في الفقه. إذا يسع كتاب ذا أو أوضح المسالك إلى المناسك وجي أدب الفقه. في الحديث يسع كتب كثيرة منها كتاب الأربعين يسع كتاب آخر اسمه قاعدة في الجرح والتعديل. الجرح والتعديل هي مثلا ماشي لاني سهل يوعر مليح 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 وكي الإمام تاج الدين السبكي خدمت كتاب في هذا السياق يفكد بعض الضوابط بعض المعايير اللي تخلي الإنسان إذا كان قرأ هذا العلم يستوعبه ويحسن التطبيق ميدانيا خطر ماشي دايما سهلا وين راه يطفن غادي يستخدم قواعد الجرح والتعديل. الا داغ في السير والتراجم يسعى كتب كثيره منها طبقات الشافعيه الكبرى يسعى طبقات الشافعيه الوسطى يسعى طبقات الشافعيه الصغرى لانه هو شافعي المذهب هو شافعي المذهب مذهبه الفقهي مذهب المذهب الشافعي.